للمزيد من الفهم والمتابعة ينضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي من بيروت الدكتور طلال عتريسي، مدير معهد البحوث الاجتماعية بالجامعة اللبنانية والمتخصص في الشؤون الإيرانية. أرحب بك دكتور، وأبدأ معك برؤيتك للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة. إلى أين تتجه على وقع التطورات في الملف الخاص بالاتفاق النووي؟ واضح أن الرئيس ترامب يستمر في ممارسة الضغوط على إيران، لكن في الوقت نفسه ويطرق الباب مفتوحا للتفاوض وللجلوس إلى البحث في اتفاق نووي جديد يفرض شروط جديدة على إيران. والدليل أن ترامب يطرق الباب مفتوحا أنه لم يوجه أي اتهام بإيران في التفجيرات التي حصلت بناقلات النفط في الإمارات. إذن يعني المشهد هو التالي: ممارسة الضغوط، دعوة إلى التفاوض، لكن من الجهة المقابلة إيران لغاية الآن لا تشعر أنها يجب أن تذهب إلى التفاوض في ظل الضغوط والحصار حتى لا تكون في الموقف الأضعف. يعني كانت هناك أيضا تحركات أمريكية، بومبيو ألغى زيارة لموسكو وتوجه لبروكسل لبحث ملف إيران كمسائل ملحة وهامة. هل تتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك رسائل معينة يتم إعلانها أو بثها للدول الأخرى؟ يعني عودة بومبيو وذهابه إلى العراق كان بناء على معلومات استخبارية إسرائيلية تبين لاحقا أنها إسرائيلية، من أن إيران تحضر لشن عمليات أو عبر يعني حلفائها في المنطقة أو في العراق على القوات الأمريكية، وربما هذا هو السبب الذي دفع بومبيو إلى العودة إلى العراق تحديدا. التحدث مع المسؤولين العراقيين أننا يعني يجب أن تتحمل مسؤولية أي عمل يحصل ضد إيران، لكن في حقيقة الأمر أنا لا أعتقد أن إيران يمكن أن تبادر إلى أي هجوم أو أي عملية عسكرية ضد إيران تكون ذريعة للاشتباك المباشر أو لشن الحرب. إيران لا تزال تراهن على الدبلوماسية، على الموقف الأوروبي، على الموقف الصيني، الموقف الروسي، كل هؤلاء يرفضون الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. إذا نحن أمام تصعيد سياسي، تحرك عسكري، بوارج في المنطقة، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر هو تمهيد لمواجهة عسكرية، ربما هو تمهيد لجلب الطرف الآخر إلى المفاوضة. طيب الآن إيران تتعمق في تهديداتها وكذلك تدخل في سجال مع الدول الأوروبية الكبرى حول هذا الانسحاب من الاتفاق النووي، كيف ترى هذه الخطوات الإيرانية؟ هل إيران بهذا يعني تتجه إلى الهاوية؟ هل هي على حافة الهاوية؟ لا، يعني إيران كانت تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بخطوات عملية أكثر فاعلية. منذ سنة إلى اليوم انسحب ترامب من الاتفاق، الأوروبيون وعدوا بأنهم سيحموا شركاتهم التي ستعمل في إيران، لكن لغاية الآن لم يقدموا أي شيء عملي. طرحوا صيغة مالية للتعامل، صيغة جديدة، لكن لغاية الآن لم تفعل. هذا السبب إيران يعني تحاول أن تمارس الضغوط بشكل متدرج. يعني أعلنت أنها قبل أيام أنها ستتوقف عن يعني بيع اليورانيوم إلى الخارج، إلى فرنسا وإلى روسيا، وكذلك الماء الثقيل الذي تصنع منه القنبلة النووية. إذا إيران من جهة تمارس الضغوط حتى يعني تلفت نظر العالم إلى أنه يجب المحافظة على هذا الاتفاق، وفي نفس الوقت هي لا تريد أن تنسحب من الاتفاق، لأن ترامب هو الذي يواجه الضغوط من أجل العودة إلى هذا الاتفاق. إذا إيران يعني تتحمل الضغوط الاقتصادية، تتحمل الضغوط السياسية، لكنها لا تريد أن تذهب الآن إلى المفاوضات في هذه اللحظة، بالعكس هي تحاول أن ترسل الرسائل لكي يتحرك الأوروبيون، يتحرك الأطراف الأخرى من أجل حماية هذا الاتفاق. أخيرا، يعني إلى أين يصل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ ما هو حجم المواجهة؟ يعني هناك طبعا مخاوف من دول المنطقة، من دول العالم، من أن يؤدي هذا التصعيد، من أن ينزلق في أي لحظة إلى
مواجهة عسكرية يمكن أن تندلع إلى حرب. هناك بعض الأطراف التي تحرض على الحرب، إسرائيل تريد أن تحصل هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. لكن في الحقيقة أنا أرى أن رئيس ترامب نفسه متحمس للحرب، بالمقابل إيران أيضا بدورها غير متحمسة للحرب. إذا نحن على ما يسمى حافة الهاوية، لكن لا أعتقد أن يعني طرفين متحمسين ولن يسمح بهذا أي من الدول الأخرى والأوروبية. لا أحد له مصلحة في حقيقة الأمر أن تندلع مواجهة، لا أحد يعرف كيف تنتهي، ولا أي دول يمكن أن تتورط فيها. شكرا جزيلا الدكتور طلال عتريسي، مدير معهد البحوث الاجتماعية بالجامعة اللبنانية والمتخصصة في الشؤون الإيرانية، شكرا على هذا التوضيح.